الحمد لله الذي شرف اللغة العربية بالقرآن الكريم، وأثاب من عمل بها محتسبا، وكرمنا بالانتساب إليها. قد عني اللغويون والنحويون من قديم الزمان بدراسة الفصحى، فهي اللغة الأدبية المشتركة بين مختلف القبائل في الجزيرة العربية، تلك اللغة العربية التي سجل بها الشعراء خواطرهم ومظاهر الحياة من حولهم، كما استخدمها الخطباء في محافلهم وأسواقهم الأدبية، ثم توجها القرآن الكريم فأنزل الله تعالى بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة من مستوى. ومن ذلك الحين ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكريم، وزادها القرآن قوة وثباتا وكثرة انتشار، ولله الحمد. ومن ذلك الحين اجتهد النحاة واللغويون في دراستها وتحديد معانيها من ناحية الأصوات والصيغ والأبنية والدلالة وتركيب الجملة ووظيفة الكلمة في الجملة. ليس معنى هذا أن الناس كانوا في الجاهلية لا يتحدثون فيما بينهم إلا بهذه اللغة، فقد كانت هناك لهجات كثيرة لم ترقى إلى هذا المستوى الأدبي. ولذا روى لنا اللغويون العرب مقتطفات من هذه اللهجات، حدثونا عن فحفحة هذيل وعن عنة تميم وكشكشة ربيعة وتلتلة بهرة، كما ذكروا لنا طرفا من خصائص لهجة بل الحارث ابن كعب وطي وغيرهما، غير أن الهدف الأساسي عند هؤلاء اللغويين كان هو محاولة رسم معالم اللغة الأدبية، لغة القرآن الكريم والشعر والخطابة وغير ذلك من الفنون الأدبية، وهي تلك اللغة التي اصطلحنا على تسميتها بالفصحى.